مرحبا، كيفكم؟ هلا انا سلمت الطلب، هلا بدي اشوف اذا السعر لازم يوصلني. انا هلا 9.35 دولار فوق 57. هلا صرت عم راقب، انا هني كل يوم عم يعني بيطرقوك بالمصاري من دون ما تحس. هدول هلا بتشوفوا معي، هلا الاساس انا عندي 57، لازم يزيدوا هلا 9.35. عملت اوردرين باوردر واحد، 57 هلا بيزيدوا، ببين عندكم صورة من فوق بالرقم اللي عم قوله، وبتزيدوهم على الرقم. لازم يكون هيها، شفتوا كيف؟ هيدي اللي عملتها هلا، لازم يكون المصاري 67. ليكو قد ايه عطوني؟ 61. وشفتوا قدامكو قد ايه لازم ينزل لي مصاري؟ 9.35 بينت قدامكو على الشاشة. هيدا اللي عم بيصير معي مع اوبر، قلت بدي صورها فيديو عشان فهم شو عم بيصير معي. طب هلا انا عملت الاوردر، صار لي ساعة في الاوردر، اتنين ديليفري، كل واحد قبل ما توصل على قرية سندباد يلي عم عرضن هبلونا. فيش سندباد يعني بمعنى الحديث، هي قدامكو. هذا الشيء اللي عم يزعجني، والبخشيش نفس الشيء. يعني انا بشوف حدا عم بتطلع بالهاي المصاري بعتي بخشيش، اخر شيء بلاقي واصلني من البخشيش نصهم او ربعهم. اشمعنى يعني هيك عم بصير معي؟ ما بعرف، هذا هو السبب اللي خلاني اكره البرنامج. شفتوا كيف؟ هي شفتوها قد ايه كان بالاول 57.69، يوم ما تزيد 9.35 لازم يكون الحساب 67، هي 61. اذا ما بتراقبوا حسابكو انتبهوا لهالشيء اللي بيشتغل دليفري اوبر. يمكن بس انا اللي عم بيصير معي هيك، ما بعرف، بس هيدي شغله كتير عم تزعجني انا. يعني مش فاهمان انا هيدي الشركه كيف عم بيطربشونا. سلام عليكم.